نتكلم الأول عن المؤسسة، إيه هي المؤسسة؟ تمام. احنا المؤسسة بتاعتنا مقرنا في المنيا، من محافظة المنيا. احنا احدى منظمات المجتمع المدني اللي بنحاول نقدم خدمات للمجتمع المدني، بنحاول نلمس المشاكل اللي عندهم ونوجد لها بعض الحلول. المقر الرئيسي في المنيا احنا ما عندناش الصعيد. غير المقر ده. تمام. احنا بالمناسبة احنا مشهورين من 2014 بس، لكن احنا بنحاول يكون لينا خبرات كويسة، بنحاول نتواجد في المجتمع، مش بنحب نوصل للناس بشكل إجباري. يعني احنا مش بنفرض على الناس دعم معين او حل للمشكلة معينة، لا. احنا من المنظمات اللي بتحاول تعمل بحث ميداني الأول، بتقيس احتياجات المجتمع او القرى اللي احنا بننزلها. حضرتك عارف الصعيد طبعا اغلبه قرى، واغلبه اغلب القرى كمان تحت خط الفقر وكده. لكن احنا مش بنوجد حل للمشكله ونروح نقول لهم يا جماعه احنا هنحل لكم مشكلتكم اللي هي كذا كذا ونعمل لكم كذا كذا، لا. الحاجات دي مش بتنفع، لا. احنا بنروح للناس، بنحاول نسالهم عن ايه مشاكلهم. طب لو احنا حليناها بالشكل الفلاني، مناسب ليكم ولا مش مناسب ليكم؟ بنعمل مشاركه مجتمعيه. المشاركه المجتمعيه دي بتكون احد الحلول، ان هم اللي بيطلعوا الحل، فبالتالي الحل بينجح. طب ما تديني مثال استاذه تريزا. تمام. المثال على ارض الواقع هي جائزه التميز. احنا كانت الفكره بتاعتنا في جائزه التميز هي ازاي اطلع غاز طبيعي، انتاج غاز طبيعي من روث الحيوان. احنا شغالين في قريه اسمها قريه بني مهدي. القريه دي احنا منزلين فيها تنميه اقتصاديه، قروض للمواشي، ان احنا بندي قروض في صوره مواشي للسيدات وللرجال. فهم عندهم المواشي بس ما عندهمش ازاي التخلص الامن من المخلفات دي. لما بيرموها على المصارف وفي الشارع، يجي المجلس القروي والمجلس المحلي بيعمل لهم محاضر علشان تلوث البيئه. لما يجوا يحوشوها علشان يستخدموها في يعني ان هم يولعوا فيها ويسخنوا بيها الفرن والحاجات دي، ما بتتحرق وبتولع زياده، لما بتتكمر بتعمل اشتعال ذاتي لوحدها بالظبط. فهم ما عندهمش حل للمشكله دي. فاحنا حاولنا نحل المشكله دي بان احنا نطلع لهم غاز طبيعي من قمر روث الحيوان، عن طريق انه احنا نعمل زي تانك. تمام. التانك ده بيكون محكم تماما عشان تحصل عمليه القمر او التخمر. بيكون في فتحه من فوق لادخال الروث بنسبه 1:1 ميه. بيحصل القمر ده في التانك ده، وبعد تقريبا من شهر ل 40 يوم بيكون في طبعا المخرج للغاز الطبيعي، متوصل على طول على البوتاجاز او السخان، بيطلع الغاز من الناحيه الثانيه. ومش بس كده، كمان بيطلع له سماد عضوي. طب انتوا يعني في